بعد أن تم حظر ممارسة كرة القدم في هذه الساحة الشعبية في الرميثة، تجمع الشباب حتى منتصف الليل داخل الساحة لمنع أي عملية لاستثمار الساحة وتحويلها من ساحة لكرة القدم إلى مقاهٍ، ونشد الإعلاميين والجهات الحكومية المحلية بالتدخل. فنشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الإعلامي الشريف حيدر الحمداني، نتمنى توصل صوتنا احنا مجموعة من الشباب من مدينة الرميثة إلى السيد حميد الياسري وإلى المحافظ والأعضاء المجلس. الاستثمار كتلنا، اجى المستثمر وده بغراضه يريد يسوقها، وبهاي ساحتنا العمرها اكثر من 40 سنه، وهسه صار لنا اليوم السادس، احنا هنا للثنتين بالليل اللي نروح لهن ونرجع بالسبعه الصبح هم نقعد، خاف يصير بيها بناء. نمشي عليك الحسين يا سيد المحافظ ويا سيد حميد تفزع لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الى سيد المحافظ احمد منفي والى سيد حميد الياسري، يعني احنا ابناء محافظتكم وما نروح للغريب، احنا جايين اليكم، انتم كباريات المحافظة. سيد حميد واحمد منفي محافظ المثنى، ما نريد لا تعيين ولا نريد شغل عطالين بطالين بين الطالب وبين المجاهد وبين اللي بالجيش. هاي ساحة قاعد نسلى بيها، هاي المنفذ الوحيد انه، ما نريد كل شيء، بس خلصونا من الاستثمار. صار قهاوي ليش؟ ليش يعني يبنون بيها قهاوي ليش؟ 14 مليون بالسنة الله يرضاها، احنا الملوك كل واحد يلم 1000 دينار هم تلم ال 14 مليون. ما اريد شيء لا تعيينات ولا اريد شغل، كل شيء ما اريد، اريد بس تخلصونا من هذا الاستثمار. وهاي هي.